حلقتنا اليوم تتكلم عن شنو انت قاعد تسوي بالنادي. آه شباب يروحون النادي ليش النادي يتمرن سولف مع فلان سولف مع علان سولف في يسولف في في يسولف يسولف. اقزرت السالفه على عن اني انا تكلمت وتمرنت وهذا وانت تعتقد انك انت تمرنت خلينا نقول 100% واليوم انت طلعت من من طاقتك والامور هذه. يا جماعة ترى أنت تحس أنك أنت تمرنت 100% بس أنت يمكن سويت 40%. الفوكس بالرياضة آه، وايد ضروري يعني لما أنا خلينا نقول أي أتمرن خلينا نتكلم على الكارديو. الكارديو اللي هو آه، إذا كان آه، أنا على تريدميل قاعد أركض آه، قاعد ألعب بالبتكل اللي هو يسمونه الغزال الطائر والله ما أدري والله فاول ستيرز اللي هو مثل السلم تلعب تنزل تلعب حصه مع المدربين الكلاسات تايبو بادي بامب ستبس وايد في تمارين اذا انت ما اعطيت من نفسك صدقني كل اللي قاعد سويته ما له فائده خل تليفونك يولي خل السوالف مع الشباب انت مو رايح انت راح تتمرن فلما انا اي افتح موضوع مع واحد من ربع اني انا اتمرن كل الطاقه اللي انا بتمرنها راحت والوقت راح ففوكس على تمرينك حاول تعطي كل تمرين حقه شلون؟ يعني انا اليوم خلينا نقول عندي آآ آآ العضله فلانية آه لعبت عضلتين عضله واحده باليوم كارديو مالي بالنسبه لي اني انا العب من 40 الى 45 فهذا المعدل الصح اني انا العب الكارديو مالي اللي هي يعني عشان اللياقه البدنيه لان انت في شيئين عندك انت اللي هم ضروريين يكملون بعض اللياقه البدنيه والسترنث اللي هو الحيل اللي هو القوه ف لازم انا او شيء اعطي اللياقه البدنيه حقها عشان انا عشان يسموني انا رياضي اعطي اللياقه البدنيه حقها لما انا اتمرن اتمرن هي إيه اللي هي من من خلينا نقول من نص ساعه ل 45 لانه سبحان الله جسم الانسان ما يبلش يسوي حرق الا بعد 20 دقيقه يمكن في ناس وايد ما تفهم الموضوع هذا سبحان الله بعد ال 20 انك انت جسمك يبلش انه يحرق سعرات حراريه فمو معناته انك تركبت التردمل ولعبت 10 دقائق معناته انت سويت يعني حرقت سعرات حراريه لا لا هذا هذا غلط من فوق ال20 انت انت تبلش انك انت تحرق سعرات حراريه خلينا نتكلم هذا قاعد نتكلم شيء احنا قاعد نتكلم على الكارديو فوصلنا ل45 ركضت مشي سريع لعبت بالغزال الطائر على قولتهم او الليبتكل آه لعبت على الـ 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 الستيرز آه خلينا نقول هم هم نفس الطريقه القاري نفس الطريقه آه 45 خلصنا انت اعطيت حقها وتمرن صح لما اي انا وقت الـ الـ الحديد آه مو مهم اني انا اشيل اوزان ثقيله وهذا الشيء وايد وايد ضروري انك تفهم شنو الكلام اللي اقول لك انا مو مهم انك تلعب اوزان ثقيله التكرار هو اللي يعطي او شيء حرق سعرات حرارية ويعطيك السترينث اللي انت تبيه اللي هو اللي هو اللي هو, اللي هو القوه مع جسمك فانت مو جاي تكبر العضله انت جاي تعطي العضله قوه فأنت انت تقوي عضلتك فما تحتاج اوزان ثقيله اوزان خفيفه بس كثر التكرار مالك راح يعطيك الافكت النتيجه اللي انت بها. ف اذا انا بسوي هذا كله واول ما ادش عندي ساعه انا باليوم هنقول او خلينا ساعه ساعه ونص ساعه وربع باليوم وادش اسولف واتكلم صارت ثلاث ساعات ضاع اليوم فارجع البيت انا شنو سويت انت على بالك انت حركت تحركت 100% من تمرينك انت بس سويت أربعين أدري يمكن يمكن أنت تقول والله هذا الكلام يعني لا ممكن أنا أنا أحس إني أنا أتمرن لا اللي أنت سويته هذا فعلا ما راح يعطيك نتيجة وفي ناس وايد تيجي تكلمك تقول لي كوتش أنا ألعب يعني ساعة ساعة ونص باليوم أو ساعتين فمو معقول إنك أنت تلعب ساعة 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 أو ساعتين باليوم بالطريقة الصحيحة وما تغير فيك شيء لما تدري انه ما تغير فيك شيء معناته ان انت ما قاعد تلعب صح او رايح تسولف ورايح تفتح مواضيع وتصير موضوع موضوع ديوانيه مو تمرين شباب النادي مو حق السوشيال لايف مو حق تجمع الربع النادي حق الرياضه تمرن صار اقوى تمرينك سوي اللي تبي تمام ما يخالف اخذوا كلامي بصدر رحب والحين نرجع حق الفاره الرياضيه تمرين اليوم يسمونه على اسم مصارعه لليابانيين يسمونها السومو. ليش يسموها السومو؟ السومو طبعا مصارعين السومو وقفتهم بالطريقه هذه و... ولما ينزل تلاقيه ينزل كله بكبر، تمام؟ طبعا احنا التمرين هذا اللي سووا التمرين هذا ليش؟ يبون العضله اللي يصير العضله حق يسمونها الهامسترنجز اللي داخل عشان هي ايه تتحرك. ف الطريقه الصحيحه حقها اني لازم انا افتح أصابعي عريلي برا اسوي بالانس تمام ولما انزل انا بوريكم الاخطاء او شيء بعدين اوريكم الصح انا سويت كذي بالطريقه هذه انت تدربت عضله ثانيه غير مو مو العضله اللي تبيها انت يعني ما قاعد تحس فيها هني تمام شيء ثاني انا الحين نزلت وميلت على بس صوب واحد سويت انا طقيت الركبه مره ثانيه فانت كثر ما تقدر تمارين الريول وخر عن الركبه. حاول انك انت ما تحس فيها بالمره إنك انت اي حس فيها راح تكون فيها يعني لا سمح الله اصابه بعدين. فالطريقه الصحيحه اني انا نزلتي تصير ستريت جسمي جسمي وظهري كله سيده وانزل بالطريقه هذه. من احس بالهامسترنجز الصوب معناته اني انا انزل صح. فالنزله والصعده بالطريقه هذه انا احس بالكواد اللي فوق والهامسترنجز ف البالانس ما له ادري ساعات يمكن الناس ما راح تاخذ البالانس لما هو واقفه ف ما داعي يطير شوي شوي نفس يا جماعه بس تحس انا بقول هالشيء هذا كل مره راح اعطي تمريريون من تحس انه في الم بالركبه بال بالمفصل مفصل القدم تحس انه في شيء يعني لا مو انا مو حاسس انه صح اوقف دور الوقفه الصح او انك انت طالع يمكن ال... في ناس قاعد تشوف تمارين وقاعد طالع تمرين اوكي طالع التمرين صح عشان انت تصيد شلون نزله وصعده فمن انزل انا ما احس بشيء غير الهامس أنزل عندي هالصوت فانا هني انا قاعد انزل بالطريقه هذه طبعا احنا راح نتمرن مع وزن بس الحين قاعد اوريكم الحركه هذه Uh, بدون وزن قاعد تستعمل انت وزن جسمك وطبعا uh, من توصل لمرحله انك انت تقدر تشيل نفسك بالصعده uh, والنزله يمكن الحديد uh, والتم, وال, والاجهزه اللي تكون عندك مو وايد مهمه كثر ما انت تقدر تقوم وتقعد بطريقه صحيحه فمثل ما قلنا اوت جسم سيده لما انا انزل انزل بالطريقه هذه داون اند اب اول ذا واي تمام ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه مع برنامجنا كافي كورنر